لكل السادة المتابعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرف حضراتكم أنه جاري الآن حجز فيديو مراجعة نهائية لمادة الماس للترم الأول لبريبسري، وإن شاء الله في المراجعة دي هنحل فيها مع بعضنا المسائل اللي ما بيخرجش عنها أي امتحان، وبرضو هشرح ليك من تاني كل الأفكار والأجزاء المهمة اللي أنت ممكن تكون نسيها مع كل مسألة. يعني بفضل الله بالمراجعة دي أكني بحط الامتحان بين إيديك. اللي شايف انه محتاج فيديو مراجعة نهائية يرجى التواصل واتساب مع الرقم اللي قدامكم على الشاشة لتسجيل اسمه ومعرفة التفاصيل. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. يقول لي find the coordinates of the midpoint of AB in each of the following cases. تعويض مباشر في القانون، مديني البوينت A ومديني البوينت B، عايز نجيب C. C هت equal 3 plus 7 divided 2 5 plus 1 divided 2 اللي هي هتيكوال معانا 3 plus 7 is 10 divided 2 يديني 5 5 plus 1 is 6 divided 2 يديني 3. حاجات سهلة جدا. طيب هنا السي عندي هتيكوال 5 بلس نيجاتيف 1 اللي هي 5 ماينس 1، نيجاتيف 3 بلس 3 اللي هي 0 طبعا، دي اللي هتيكوال 5 ماينس 1 از 4 ديفايدد 2 يديني 2، نيجاتيف 3 بلس 3 از 0 ديفايدد 2 يديني 0، يبقى الميد بوينت از 2 و 0. طيب نيجي هنا السي هتيكوال اللي هي الميد بوينت 5 بلس 5، وعندي هنا 4 بلس نيجاتيف 4 اللي هي 4 ماينس 4 على طول. نيجاتيف 5 بلس 5 از 0 ديفايدد 2 يديني 0، 4 ماينس 4 0 ديفايدد 2 يديني 0. نيجي اللي بعديها هنا الميد بوينت هتيكوال 0 بلس 8 4 بلس 0 0 بلس 8 8 ديفايدد 2 يديني 4 4 بلس 0 is 4 ديفايدد 2 يديني 2. هنا two بلس 6 4 بلس 0 2 بلس 6 is 8 ديفايدد 2 يديني 4 4 بلس 0 يديني 4 ديفايدد 2 اللي هي 2. اخر واحدة 7 بلس نيجاتيف 1 اللي هي 7 ماينس 1 نيجاتيف 6 بلس 0 7 ماينس 1 is 6 ديفايدد 2 يديني 3، نيجاتيف 6 بلس 0 is نيجاتيف 6 ديفايدد 2 يديني نيجاتيف 3. Exercise 2 يقول لي if the point x و 0 is the midpoint of A و B، ومديني ال A وال B، عايز ال value of x، اجيب ال midpoint على طول. يبقى ال midpoint اللي هي x و 0 هت equal هيبقى 1 plus 2 divided 2، وعندي هنا negative 5 plus 5 divided 2 اللي هي هت equal، يعني ال x و 0 هي equal. طبعا دي تطلع 0 ان هي 0 هنا، وعشان تتاكد negative 5 plus 5 is 0 divided 2 is 0، 1 plus 2 is 3، يبقى انا عندي هنا 3 divided 2 اللي هي 1.5. يبقى انا عندي ال x بكام؟ يبقى ال x عندي هت equal 3 over 2 اللي هي ال 1.5. نيجي اللي بعديها مديني الميد بوينت ومديني ال A ب 15 واي وال B وعايز الفاليو اوف الواي. دي هنجيب الميد بوينت وهنساويها بال 5 و 3 ونعمل ايكويشنز. يبقى انا عندي ال 5 و 3 هت ايكوال، كاني بجيب الميد بوينت عادي خالص، هيبقى هنا 15 ماينس ال 5 اللي هي 15 بلس نيجاتيف 5، يبقى 15 ماينس ال 5 ديفايدد 2، وعندي هنا y
بلس نيجاتيف 2 يبقى واي ماينس 2 ديفايدد 2. يبقى انا عندي ال 5 طبعا هتيكوال دي، اللي هي 15 ماينس ال 5 از 10 ديفايدد 2 از 5. ماليش دعوه بيها، انا بدور على مين؟ على الواي. يبقى هشتغل على ده وده، يبقى هنا زين ال 3 هتيكوال واي ماينس 2 ديفايدد 2، ده يروح هنا بالمالتيبليكيشن، يبقى زين واي ماينس 2 ايكوال 6. النيجاتيف 2 يجي هنا بالبوزيتيف 2، يبقى الواي ايكوال 6 بلس 2، يعني الواي ايكوال 8. اللي بعديها مديني السي الميد بوينت بتاعت الاي وبي، عايز الكوردينيتس اوف بي، يبقى هنا ليت بي ايكوال اكس واي، او ممكن اكس 2 واي 2 زي ما انت متعود او اي حاجه. طيب يبقى الميد بوينت عندي اللي هي ال 6 ونيجاتيف 4 دي هتيكوال، اكس بلس ال 5 او 5 بلس الاكس ديفايدد 2، وهنا نيجاتيف 3 بلس مين؟ بلس الواي. هنا هيبقى 2 ايكويشنز، مره هحل للاكس ومره هحل للواي. يبقى انا عندي هنا ال 6 عندي هتيكوال 5 بلس الاكس ديفايدد 2، دي معناها بعد ما اودي ده هناك بالمالتيبليكيشن ان ال 5 بلس الاكس ايكوال 12، ده يجي هنا بالنيجاتيف 5، يبقى الاكس عندي ايكوال 12 ماينس ال 5 يبقى الاكس ايكوال 7. طيب بالنسبه للواي، انا عندي بالنسبه للواي نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 3 بلس الواي ديفايدد 2، ده يروح هناك بالمالتيبليكيشن، يعني نيجاتيف 3 بلس الواي ايكوال نيجاتيف 8. يجي هنا بالبوزيتيف 3، يعني الواي ايكوال نيجاتيف 8 بلس 3 which is نيجاتيف a نيجاتيف 5. يبقى زين البوينت بي عندي عباره عن 7 ونيجاتيف a ونيجاتيف 5. اكسرسايز 5 بيقول لي if c is the midpoint of a و b find the x or y in each of the following cases. كل ده تطبيق مباشر على الرول. طيب انا عندي هنا الاكس والواي بت ايكوال 1 بلس 3 ديفايدد 2، 5 بلس 7 ديفايدد 2 اللي هي هتيكوال 1 بلس 3 از 4 ديفايدد 2 يديني 2، 5 بلس 7 12 ديفايدد 2 يديني 6. نيجي نشوف اللي بعديها، عايز الواي وعايز الاكس. هنا الاكس والواي في اماكن مختلفه، بس هنطبق نفس القانون لان السي هي الميد بوينت. يبقى انا عندي الاكس ونيجاتيف 3 هتيكوال هنا نيجاتيف 3 بلس 9 ديفايدد 2، وبعد كده واي بلس 11 ديفايدد 2. ده كده يحقق لي الاكس، وده كده يحقق الجزء ده. يبقى زين هنا نيجاتيف 3 بلس 9 يديني 6 ديفايدد 2 يديني 3، يبقى الاكس عندي ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 3. طب الناحيه الثانيه ده كله بايكوال نيجاتيف 3، واي بلس 11 ديفايدد 2 ايكوال نيجاتيف 3، يعني الواي بلس 11 ايكوال نيجاتيف 6، ده يروح هنا بالنيجاتيف، يعني الواي ايكوال نيجاتيف 6 ماينس 11 which is نيجاتيف 17. يبقى الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 17. نيجي اللي بعديها، هنا نيجاتيف 3 واي هتيكوال هيبقى اكس بلس 9 ديفايدد 2 نيجاتيف 6 ماينس 11 ديفايدد 2 اللي هي هتيكوال اكس بلس 9 ديفايدد 2 نيجاتيف 6 ماينس 11 نيجاتيف 17 ديفايدد 2 اللي هي عباره عن نيجاتيف 8 0.5. يبقى انا على طول الواي بنيجاتيف 8.5، وعندي النيجاتيف 3 هتيكوال اكس بلس 9 ديفايدد 2، يعني الاكس بلس 9 ايكوال نيجاتيف 6، تروح هنا بالنيجاتيف تبقى مور نيجاتيف، يبقى الاكس عندي ايكوال نيجاتيف 6 ماينس 9 which is نيجاتيف 15. يبقى الواي عندي والواي عندي ايكوال نيجاتيف 8.5 اللي هي 8 and 1 over 2. اللي بعديها 4 و 6 هتيكوال
x plus 6 divided to 3 plus y divided to. يبقى انا عندي هنا ده equal ده، يبقى ال x plus 6 divided to equal 4، يعني ال x plus 6 هت equal 4 times 2 is 8، ده يجي هنا بالنيجاتيف 6، يبقى ال x equal 8 minus 6 يبقى ال x equal كام؟ equal 2. وعندي الناحية التانية بالنسبة لل y 3 plus y divided to equal 6، يعني 3 plus y equal 12، ده يروح هنا بنيجاتيف 3، يبقى ال y equal 12 minus 3 يبقى ال y equal 9، يبقى ال x 2 وال y ب 9. Exercise 6 يقول لي choose the correct answer from those given. يقول لي if 4 و negative 3 is the midpoint of x و y ومديني ال x then ال y equal كام؟ المسائل كلها سهلة جدا. الميد بوينت عندي هكتبها الاول اللي هي 4 ونيجاتيف 3 دي هت ايكوال، هنعتبر طبعا ان الواي دي عباره عن اكس 2 واي 2. طيب يبقى انا عندي هنا 5 بلس اكس 2 وعندي هنا نيجاتيف 2 بلس واي 2 ديفايدد 2 وديفايدد 2. يبقى انا عندي ال 5 بلس x2 divided 2 هت equal 4، ال first coordinate بي equal first coordinate، يعني ال 5 plus x2 equal 8، يعني ال x2 equal 8 minus ال 5 which is 3. طيب وبالنسبة للناحية التانية هيبقى عندي negative 2 plus y2 divided 2 equal negative 3، يعني negative 2 plus y2 equal negative 6. ودي هنا بالبوزيتيف يبقى ال y2 equal negative 6 plus 2 which is negative 4، يبقى البوينت بتاعتي 3 ونيجاتيف 4. اللي بعديها بيقول لي السي ميد بوينت لل a وال b، يبقى عايز ال x plus ال y، يبقى هنجيب ال x الاول ونجيب ال y ونعملهم الاثنين sum. يبقى نبدا بالميد بوينت اللي هي negative 3 y بت equal، x plus 1 divided 2 ونيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 8 اللي هي نيجاتيف 8 على طول. يبقى الفيرست بروجيكشن ايكوال فيرست بروجيكشن اللي هو x plus 1 divided 2 ايكوال نيجاتيف 3، يعني x plus 1 ايكوال 2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6، ده يروح له بنيجاتيف 1، يبقى x ايكوال نيجاتيف 7. طب بالنسبه لل y، انا عندي ال y هت equal negative 6 minus 8 negative 14 divided to which is negative 7. وهو عايز ايه؟ هو عايز x plus y، يعني negative 7 minus 7 which is negative 14. اللي بعديها بيقول لي ال a وال b diameter لسيركل، وال a بكذا وال b بكذا، يبقى السنتر بكام؟ السنتر طبعا اللي هو الميد بوينت، يبقى هنعوض في القانون على طول. يعني السنتر عندي اللي هو ال m هيكوال ثري بلس فايف ونيجاتيف فايف بلس ال 1 اللي هي ثري بلس فايف از 8 ديفايدد 2 يديني 4، نيجاتيف فايف بلس ال 1 نيجاتيف 4 ديفايدد 2 يديني نيجاتيف 2، يبقى هي ايه؟ اللي بعديها A B C D is a square ومديني ال A وال C، يقول لي الميد بوينت بتاعت الدياجونال. طب الميد بوينت بتاعت الدياجونال يبقى هستعمل القانون على طول على التو بوينتس اللي هم ال A وال C، يبقى الميد بوينت M هت equal ثري بلس ال 5 و 4 بلس ال 6 اللي هي 3 plus 5 is 8 divided 2 يديني 4، 4 plus 6 is 10 divided 2 يديني 5، يبقى 4 و 5. طبعا مسائل سهلة جدا، ليسون صراحة مفيش أسهل من كده. نمبر 5 مديني ال M ب 1 و 2 is the intersection point of the two diagonals للبريوجرام ABCD ومديني ال A عايز ال C. طيب سهلة أوي، يبقى 1 و 2 هت equal هنعتبر ان السي مثلا اكس وواي، يبقى 2 بلس الاكس
و 5 بلس الواي، يبقى عندي 2 بلس الاكس ديفايدد 2 يديني 1، يعني ال 2 بلس الاكس ايكوال 2، ده راح مع ده بالمالتيبليكيشن، ده يجي هناك بالنيجاتيف يبقى الاكس ايكوال 0. طيب بالنسبه للواي انا عندي هنا ال 5 بلس الواي ديفايدد 2 ايكوال 2، يعني ال 5 بلس الواي ايكوال 4، يبقى ال y equal 4 minus 5 which is negative 1، يبقى انا عندي 0 و negative 1. Problem 6 مديني ال point دي، بيقول ان هي ال mid point لل a b، ومديني ال a ومديني ال b، عايز ال x اللي هي دي. هنشتغل عادي خالص 1 over 2 و 5 over 2، الكلام ده هي equal، هيبقى عندي هنا 1 بلس x ديفايدد 2، وعندي هنا نيجاتيف 1 بلس 6 ديفايدد 2. انت عايز الx، يبقى نتعامل مع الجزء ده بس، ما تضيعش وقتك في الحته دي. يبقى انا عندي 1 بلس الx ديفايدد 2 ايكوال 1 اوفر 2، 2 تروح مع 2، اكني عملت ملتيبيكيشن للهول ايكويشن باي 2، يبقى 1 بلس الx ايكوال 1. اللي يروح هنا بالنيجاتيف 1 يبقى الx equal 1 minus 1 which is 0. اللي بعديها بيقول لي الx axis bisects AB such that البوينت A اهي والبوينت B اهي، يبقى الy بكام؟ طب الx axis ده يتميز بايه؟ هو اولا بي bisect الاي بي، يتميز بايه الx axis؟ يتميز ان كل البوينتس اللي هي الy اللي عليه بايه؟ بزيرو، لان الاكس اكسس كل البوينتس دي حاجه وزيرو. هنا مثلا نيجاتيف 5 وزيرو، نيجاتيف 4 وزيرو، نيجاتيف 2 وزيرو، هنا 1 وزيرو، 2 وزيرو، يبقى البوينت بتاعتي هتبقى حاجه وايه؟ حاجه وزيرو. تفرقش معايا بقى دي ليه؟ لان هو بيقول لك عايز الواي، فانا المفروض ان حاجه وزيرو هتيكوال معايا الايه؟ هتيكوال معايا هنا 3 minus 2 divided 2، وهنا 2 plus y divided a divided 2. ده هو مش حاطط لي فيه اي فاريبل عشان اهتم بالايه بالحته دي. يبقى انا هاخد ده يكوال ده على طول، يبقى عندي 2 plus y divided 2 equal 0، يعني ال 2 plus y ده يروح تايمز ده يديني 0، يبقى على طول ال y equal negative 2. exercise 7 بيقول لي complete the following. يقول if the point of the origin is the midpoint of a line segment AB، ال point of the origin اللي هي الـ A is 0 is 0، ومديني الـ A، then the point B equal كام؟ let B equal X و Y، يبقى 0 و 0 هي equal، عندي هنا X plus 5 divided 2، وعندي هنا Y minus 2 divided 2. احنا عايزين الاكس والواي، طالما الفيرست بروجكشن بيكوال 0 يبقى الاكس بلس 5 على طول ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 5، وعندي هنا الواي ماينس 2 ايكوال 0، يعني الواي ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى زين البوينت بي از نيجاتيف 5 وايه؟ و2. اللي بعديها مديني الاي والبي والسي ميد بوينت، عايز الاكس والواي. زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي مفيش اي جديد، مفيش اي افكار جديده. اكس و2 بتيكوال هنا 3 بلس 5 ديفايدد 2، وهنا عندي واي ماينس 2 ديفايدد 2. يبقى انا عندي الاكس هتيكوال 3 بلس 5 از 8 ديفايدد 2 يديني 4، يعني الاكس عندي هتيكوال 4، وعندي ال y minus 2 divided 2 هت equal ال 2، ده يروح هنا بالمالتيبيكيشن يبقى 4، يعني ال y minus 2 equal 4، ده معناها ان ال y equal 4 plus 2 اللي هي ال 6. يبقى انا عندي ال x 4 وال y عندي ب 6. اللي بعديها بيقول لي البوينت بي بتبلونجز لل a c where a b equal b c، يعني البوينت بي دي في الميد بوينت، ومديني الـ A ومديني الـ C، يقول لي عايز الـ B، واخد بالك هنا الـ B هي اللي ميد بوينت، يبقى هعوض على طول، يبقى الـ B اللي هي الـ X والـ Y هتيكوال.
0 minus 4 divided 2 5 minus 1 divided 2 اللي هي negative 4 divided 2 negative 2 هنا 4 divided 2 2 يبقى انا عندي ال b is negative 2 a و 2. exercise 4 بيقول لي if a و b و c و d are 4 collinear points وال a b equal b c equal c d ده معناه ايه؟ ان ال b هنا كده mid point وهنا نلاحظ ان ال c is mid point تمام؟ طيب ومديني الـ A ومديني الـ C يقول لي زين الـ point B is A والـ point D is A مسألة دي حلوة يعتبر أول مسألة بقى يعني كويسة فكرة جديدة نجيب الـ B على طول بالتعويض المباشر أنا عندي الـ B هت equal هيبقى عندي 1 plus 5 divided 2 و 3 plus 1 divided 2 اللي هي 1 plus 5 is 6 divided 2 is 3 3 plus 1 is 4 divided 2 يديني 2 يبقى البي عندي 3 وكام 3 و 2 طيب انا عندي بقى البي والسي دي ميد بوينت بين البي والدي وعندي الدي هو مديني السي والبي وبيقول لي هات لي الدي الدي دي تيرمينال بوينت والسي دي تعتبر الميد بوينت بتاعتها يبقى ال 5 و 1 دي هت ايكوال البوينت عندي اللي هي البي 3 و 2 هنعتبر ان الدي اكس وواي يبقى 3 بلس الاكس ديفايدد 2 و 2 بلس الواي ديفايدد 2 اللي هي يبقى انا عندي 3 بلس الاكس ديفايدد 2 هتيكوال ال 5 يعني 3 بلس الاكس ايكوال 10 يعني الاكس ايكوال 10 ماينس 3 اللي هي 7 وبالنسبة لل y 2 plus ال y divided 2 يديني 1 يعني 2 plus ال y equal 2 دي معناها ان ال y equal كام؟ equal 0 يبقى دي عندي عبارة عن 7 وايه؟ و 0 exercise 5 بيقول لي ال AD is a median في التريانجل ABC median يعني المفروض ان هو خارج من ال vertex رايح لل ايه؟ لل mid point بتاعت ال opposite side يعني خارج من ال A رايح على الميد بوينت للايه للبي سي الام از ذا ميد بوينت اوف اي دي خد بالك ده الام ميد بوينت الاي دي للميديان نفسه ومديني الاي والبي والسي زين البوينت دي عباره عن ايه البوينت دي المفروض ان هي ميد بوينت البي سي يبقى الدي عندي هت ايكوال هشتغل على البي والسي يبقى 3 minus 3 divided 2 وال 2 plus 6 divided 2 اللي هي 3 minus 3 is 0 divided 2 يديني 0 2 plus 6 is 8 divided 2 يديني 4 يبقى أنا عندي D is 0 A و 4 طيب ال M عندي عبارة عن إيه؟ ال M دي mid point لل A دي يبقى أنا عندي ال M هت equal أشتغل ما بين ال A وال D ال A عندي عندي هنا 0 و 0 وعندي هنا 8 بلس 4 اللي هت ايكوال 0 هنا 12 ديفايد 2 يديني 6 يبقى 0 و 6 اللي بعدين لو انت لسه متابعني لحد دلوقتي ومهتم بالمحتوى العلمي اللي بتقدمه القناه اتمنى ان انت تدوس لايك ويسعدني اكتر ان انت تسيب كومنت تعبر بيه عن رايك في الفيديو اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة يقول لي if a equal كذا و b equal كذا عايز ال coordinates of the points which divide a b into four equal parts in a in length خد بالك من دي بقى انا عندي الايه اهي مثلا وادي الايه وادي البي لما اجي اقسمها ل 4 equal parts in length يبقى انا هعمل ايه
اولا هجيب بوينت كده اسمها سي. السي دي ميد بوينت لاي بي، يبقى السي ميد بوينت اوف الاي بي. اوكي، وبعد كده اجيب مين؟ اجيب البوينت دي، يعني تبقى دي كده دي. الدي تبقى ميد بوينت للاي سي. ونجيب بوينت هنا اسمها اي تبقى ميد بوينت للسي بي. يبقى مين هي البوينتس اللي احنا عايزينها؟ عايزين نجيب سي ودي واي. اول حاجه اجيبها مين؟ اجيبها السي. يبقى السي عندي هتيكوال، هشتغل على الاي والبي، 1 بلس 9 ديفايدد 2 ونيجاتيف 6 بلس 2 ديفايدد 2 اللي هي 1 بلس 9 is 10 ديفايدد 2 is 5. نيجاتيف 6 بلس 2 نيجاتيف 4 ديفايدد 2 دي نيجاتيف 2. يبقى انا عندي دي كده عباره عن 5 ونيجاتيف 2. طيب نجيب الدي بقى ازاي؟ اشتغل على الاي والسي، يبقى الدي عندي هت ايكوال. الاي عندي هنا ب1 والسي عندي ب5، يبقى 1 بلس 5. وعندي هنا نيجاتيف 6 ماينس 2 ديفايد 2 اللي هي هتبقى هنا 6 ديفايد 2 3 نيجاتيف 8، يبقى عندي نيجاتيف 4. يبقى انا كده دي جبناها 3 ونيجاتيف 4. نيجي بعد كده نجيب الاي، الاي هشتغل على السي والبي. السي عندي هنا 5 والبي هنا ب9، يبقى 5 بلس 9 وعندي هنا 2 ماينس 2 اللي هي هتيكوال هنا 14 ديفايد 2 7 7 وايه و0. يبقى البي الاي عندي عباره عن 7 وايه و0. يبقى 3 بوينتس هم السي والدي والاي. بروبلم 9 بيقول لي if the origin point is the midpoint of AB، الاوريجن اللي هي 0 0 وير ايه اهي والبي اهي، عايز اكس وواي. طبعا عايز الاكس دي والواي دي، سهله جدا. يبقى الميد بوينت عندي 0 و0 هت ايكوال 80. يبقى انا عندي هاخد ده بلس ده وده بلس ده، يبقى انا عندي اكس ماينس 2 هنا بلس نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 2 على طول، وعندي هنا واي بلس 2. يبقى انا عندي ده كله هيكوال 0 وده كله هيكوال 0، وطالما هيكوال 0 يبقى النيوميريتور هو اللي بزيرو، يعني الاكس ماينس ال 4 ايكوال 0 والواي بلس 2 ايكوال 0. يبقى هنا عندي الاكس ايكوال 4 وهنا الواي ايكوال نيجاتيف 2. يبقى الاكس والواي عباره عن 4 ونيجاتيف 2. نيجي اللي بعد كده يقول لي عايز الفاليو اوف ايتش اوف اي وبي ذات ساتسفايز، الكلام ده از ذا ميد بوينت اوف اللاين سيجمنت دي. طبعا سهل قوي، اجيب الاول الميد بوينت. يبقى انا عندي ليت سي اكس واي بي ذا ميد بوينت. يبقى انا عندي هنا الاكس والواي هت ايكوال. يبقى انا عندي هنا 7 بلس 3 ونيجاتيف 1 بلس 7 اللي هي 7 بلس 3 10 ديفايد 2 يديني 5، نيجاتيف 1 بلس 7 يديني 6 ديفايد 2 يديني 3. المفروض يبقى زين 5 و3 هت ايكوال 2a minus 3 و a minus b. طبعا هشتغل على دي الاول عشان فيها just one unknown. يبقى هنا ال 2a minus 3 equal 5، يعني ال 2a equal 5 plus 3 يعني ال 2a equal 8، يبقى ال a equal 4. الناحيه الثانيه لما اجيب ال a 4 اعوض عن ال a 4 هنا، يبقى ال 4 minus ال b equal 3
يبقى على طول ال b equal كام؟ b equal 1. نيجي اللي بعديها. ال a b is a diameter in a circle m. ال m طبعا لما اقول لك circle m اعرف ان ال m دي السنتر على طول. مديني ال b ومديني ال m. عايز ال coordinates of a. يبقى ابدا بال m اللي هي 5 و7 هت equal. اعتبر ال coordinate بتاع ال a عباره عن x و y. يبقى x plus ال a divided 2 و y plus 11 divided 2. ال first projection بي equal first projection وال second بي equal second. يعني ال x plus ال 8 divided 2 equal 5. يعني ال x plus ال 8 equal 10. يتروح هنا بالنيجاتيف يبقى ال x عندي equal 10 minus ال 8 يبقى ال x equal 2. طب وبالنسبة لل y أنا عندي هنا y plus ال 11 divided 2 equal 7. يعني ال y plus ال 11 equal 14. يعني ال y equal 14 minus ال 11 which is ال 7. يبقى أنا عندي ال coordinates بتاعت ال a عبارة عن 2 و 3. إيه اللي طالبه؟ عايز ال parameter بتاع ال circle. عشان أجيب ال parameter لازم أجيب ال length بتاع ال radius. الراديوس عندي ما بين ال M وال B اجيبه بال A بالقانون بتاع الليسون اللي فات. يبقى عندي الراديوس R السكوير روت eight minus five و 11 minus 7 اللي هي eight minus five is three squared ب 9. 11 minus 7 four squared ب 16 لروت ال 25 اللي هي ال 5. يبقى انا عندي البريمتر عندي بتاع السيركل اللي هو السيركونفرنس بتاعها يبقى السي عندي هت ايكوال 2 باي ار اللي هي 2 تايمز ال 5 تايمز 3.14 اللي هي 31.4 يونت لينس. بروبلم 12 بيقول لي اي بي سي از ا تريانجل مديني اي وبي وسي بيقول لي دي ده الميد بوينت اوف اي بي. طيب بيقول لي الاي از ذا ميد بوينت اوف اي سي ماشي. باي يوزنج الكوردينيتس بيقول لي بروف ان الدي اي ايكوال هاف البي سي. الاول لازم اجيب مين؟ اجيب الدي. الدي عندي اللي هي الدي ميد بوينت للاي بي. يبقى انا عندي هنا هشتغل على الاي والبي يبقى 1 بلس 5 وعندي هنا 3 بلس 1 اللي هي 1 بلس 5 is 6 divided 2 يديني 3. 3 بلس 1 is 4 divided 2 يديني 2. يبقى انا جبت الدي. اجيب مين بعد كده؟ اجيب الاي. الاي يبقى اشتغل على الاي والسي. 1 بلس 3 3 بلس 7 اللي هي هنا يبقى 4 divided 2 يديني 2 10 divided 2 يديني 5. يقول لي بروف ان الدي اي ايكوال هاف البي سي. يبقى لازم اجيب الدي اي. يبقى الدي اي السكوير روت ده ماينس ده يبقى 3 minus 2 squared plus 2 minus 5 squared اللي هي هنا 1 squared ب 1 هنا 3 squared نيجاتيف 3 squared ب 9 اللي هي روت 10. نجيب بعد كده البي سي. البي سي هت ايكوال 5 minus 3 1 minus 7 اللي هي هت ايكوال 5 minus 3 is 2 squared ب 4 وعندي هنا 1 minus 7 is negative 6 squared plus 36 اللي هي روت ال 40. طب ال 40 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 times 10 وال 4 تطلع بره ب 2 يبقى دي عباره عن 2 روت الايه؟ التاني. يبقى واضح جدا ان ده البي سي توايس الدي اي. يبقى زين الدي اي طبعا هنا 1 وهنا 2 ونكتب فروم 1 و 2 يبقى الدي اي ايكوال هاف البي سي. اللي بعديها زي ما انت شايف الاوبزيت فيجر مديك السي ميد بوينت للاي بي. المطلوب بيقول لي find the perimeter of O A B. عايز البريمتر كله.
طب خد بالك دي الاوريجن، الاوريجن اللي هي ايه؟ 0 0. هل ينفع اجيب البوينت A والبوينت B؟ دي يعتبر اول مساله بقى فيها فكره، يعني اول مسائل الحلوه. انت عندك الاي على الاكس اكسس، يعني الواي بتاعته بزيرو، يبقى الاي دي عباره عن ايه؟ اكس وايه؟ وزيرو، اكس 1 مثلا وزيرو. طب البي، البي على الواي اكسس، يعني الاكس بزيرو، يبقى دي زيرو وهنعتبرها واي 2. اوكي، هل ينفع اجيب الواي 2 والاكس 1؟ اه ينفع. ازاي؟ عن طريق السي. السي عندي عباره عن كام؟ 3 و4، دي بت ايكوال ده بلس ده ديفايدد 2، يعني 0 بلس الاكس ديفايدد 2، وده بلس ده ديفايدد 2، واي 2 بلس 0 ديفايدد 2. يبقى الفيرست بروجيكشن ايكوال 3، يعني 0 بلس اكس 1 ديفايدد 2 ايكوال كام؟ ايكوال 3. ده معناها ان الاكس 1 ايكوال 6. والناحيه الثانيه عندي واي 2 بلس 0 ديفايدد 2 ايكوال 4، يعني واي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى هنا زين البوينت A دي عبارة عن 6 و0، والبوينت B عبارة عن 0 A و8. طب هل ينفع اجيب البريمتر بتاع الترينجل او اي بي؟ ينفع. ازاي؟ دي لما تكون 6 يبقى انا عارف دي كلها 6 مش محتاج اجيبها، ودي لما تكون 8 يبقى اللينس بتاع ده 8 يونتس، وانا عندي فيماس تريانجل 6 8 ايه 10، يبقى احنا ايه جبناها على طول، واسيبك انت تكتب بروف مزاجك. يبقى انا عندي البريمتر بي هي ايكوال 10 بلس ال 8 بلس ال 6 which is 24 يونت لينس. بروبلم 14 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر، بيقول لي الدي از ا ميد بوينت اوف اي بي، اللي هي الدي ديت ميد بوينت للاي بي. اقدر اجيبها طبعا، انا عندي 24، بس هل البي مدهاني؟ لا هنشوف دلوقتي. بيقول لي الاي ميد بوينت للاي سي، بيديني البوينت اي، بيقول لي فايند ذا لينث اوف بي سي، عايز البي سي، يبقى انا محتاج اجيب البي محتاج اجيب السي. بيقول لي اند فروم ات ديديوس اللينث اوف دي اي، وبعد كده قول لي دي هيكوال كام؟ طبعا سهله، لان الدي اي ذا لاين سيجمنت اللي بيكونكتس بتوين تو ميد بوينتس في الترينجل اي بي سي، يبقى هيكوال هاف السي بي. يبقى احنا في الاول نشوف هنجيب السي دي ازاي. طب ناخد بالنا البوينت الاي دي معروفه، طب الدي ده عباره عن ايه؟ الدي ده موجود على الايه؟ على الاكس اكسس، وطالما موجود على الاكس اكسس يبقى الواي كوردينيتس بتاعه بزيرو، يبقى هفترض ان هو اكس وايه؟ اكس وزيرو. طيب البوينت بي دي عباره عن ايه؟ دي موجوده على الواي اكسس، يعني عباره عن زيرو وايه؟ وواي، لان طبعا الاكس اكسس بتاعها بايه؟ بزيرو. يبقى انا هشتغل ان الدي ميد بوينت بتوين الاي والبي واكتب القانون بتاعها، يبقى الاكس وزيرو هي ايكوال. يبقى انا عندي الاكس دي هتيكوال ايه؟ 2 بلس 0 ديفايدد 2، وعندي هنا هقول 4 بلس الواي، يبقى من هنا هطلع الاكس والواي على طول. يبقى هنا 2 بلس 0 ديفايدد 2 ايكوال اكس، يعني الاكس ايكوال 1. ومن الناحيه الثانيه هنا فراكشن ايكوال 0، يعني ال 4 بلس الواي هي اللي بتيكوال 0، يعني الواي ايكوال نيجاتيف 4. يبقى البوينت بي دي عباره عن 0 ونيجاتيف 4، والبوينت دي عباره عن 1 وايه؟ 1 و0. طيب السي عندي بكام؟ انا عندي السي عباره عن مثلا اكس 1 وايه؟ و0. والاي عندي بكام؟ الاي عندي عباره عن 0 لان هي على الواي اكسس، يبقى 0 وواي 1. تعال نجيب الاكس 1 والواي 1 عن طريق البوينت اي اللي هي في الميد بوينت، يبقى 0 وواي 1 ده هيكوال اكس 1 بلس 2، وعندي هنا 0 بلس 4، يبقى انا عندي هنا الواي 1 هتيجي على طول لان هي عباره عن 4 ديفايدد 2، يبقى الواي 1 ايكوال 2. وهنا فراكشن ايكوال 0، يبقى الاكس 1 بلس 2 ايكوال 0، يعني الاكس 1 ايكوال نيجاتيف 2. يبقى انا عندي قدرت اجيب ان البوينت سي عباره عن
نيجاتيف 2 0، والبوينت اي عباره عن 0 و2. ايه اللي هو عايزه؟ عايز الديستانس ديت اللي هي البي سي اجيبها بليسون 1، يبقى البي سي السكوير روت للاتي نيجاتيف 2 ماينس 0 سكويرد بلس 0 ماينس ماينس نيجاتيف 4، يعني 0 بلس ال 4 سكويرد اللي هي روت هنا نيجاتيف 2 سكويرد يديني 4، هنا بلس 16 اللي هي روت ال 20 طبعا، وال 24 تايمز 5 وال 4 تطلع لك بره ب 2، يعني 2 روت الايه؟ 5 يونت لينث. وطبعا زي ما احنا شايفين الاي دي دي لاين سيجمنت بتكونكتس بتوين تو ميد بوينتس، يبقى هت ايكوال هاف البي سي وهت ايه وهي بارلل ليها، يبقى زين الدي اي ايكوال هاف البي سي هت ايكوال هاف تايمز 2 روت ال 5 اللي هي تديني روت ال 5 يونت لينس. نيجي اللي بعديها exercise 15 بيقول ال AD is median في الترينجل ABC. خد بالك AD يبقى هو نازل ال DD midpoint لل BC وال MD midpoint للمين لل AD. خد بالك وال D عندي مع ال BC، عايز ال coordinates بتاعت ال A. طب الأول أنا أجيب ال D، أنا عارف إن ال D midpoint لل BC، يبقى ال D عندي هت equal هنا ال B مع ال C يبقى 3 ماينس 3 وال 2 بلس ال A ال 6 اللي هي عندي هت equal 0 وعندي 4. يبقى انا جبت مين؟ يبقى انا جبت البوينت اللي اسمها D. طب انت عايز ال A، ال A ديت كونكتد مع مين؟ مع ال D، وال M دي ميد بوينت، يبقى انا ممكن اجيب ال A ازاي؟ عن طريق ال M اللي هي 0 وال 6 هت equal كأنها مثلا كده، ادي الـ A وادي الـ D اللي انا جبتها، يبقى انا الـ M دي ايه؟ هنا، يبقى الـ M هي اللي هتبقى ميد بوينت للـ A دي، يبقى احط الـ M هنا واشتغل على النقطتين اللي هم الـ A والـ D. احنا عايزين نجيب الـ A هنعتبرها X و Y، يبقى انا عندي الـ X اشتغل مع الـ D اللي انا جايبها X بلس 0 ديفايدد 2، وعندي Y بلس 4 ديفايدد 2. طبعا ده كله بيكوال 0، يعني الاكس بلس 0 ايكوال 0، يعني الاكس ايكوال 0، وعندي هنا الواي بلس 4 ديفايدد 2 ايكوال 6، يعني الواي بلس 4 ايكوال 12، يعني الواي ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى انا عندي البوينت اللي اسمها ايه؟ دي ايكوال عندي 0 و8. نيجي نشوف بروبلم 16. يقول لي A و B و C و D are 4 points في Cartesian coordinates plane. Prove that the AC and the BD bisect each other. عشان هما الاثنين يبايسكت each other لازم الميد بوينت لل AC تبقى هي الميد بوينت لل A لل BD. يبقى هنقول let M1 be the midpoint of ال AC وال M2 be the midpoint of ال BD ونجيب M1 و M2. يبقى أنا عندي M1 equal ال M1 ال midpoint لل AC، أنا هشتغل على ال A وال C، يبقى negative 1 plus ال 6 divided 2 و نيجاتيف 1 بلس 0 ديفايدد 2 اللي هي هنا هيبقى 5 ديفايدد 2 وعندي هنا نيجاتيف 1 اوفر 2. طيب تعال نجيب الام 2 اشتغل على البي والدي، هيبقى 2 بلس 3 ديفايدد 2 اللي هي 2 و 3 و 3 ماينس 4 ديفايدد 2 اللي هي هنا 5 divided 2 وهنا negative 1 over 2. يبقى انا عندي since ان ال M1 بتيكوال ال M2 يبقى then ال AC and
البي دي بايسكت اتش اصغر. نيجي نشوف اللي بعديها، يقول لي بروف ان البوينتس ديت ار فيرتيسيز اوف ا باريوجرام. نفس اللي عملناه في اللي فاتت، في المساله اللي فاتت هنعمله في المساله دي بالظبط. ليه؟ لان الباراليلوجرام عشان اثبته يا اما هثبته بليسون 1 عن طريق each two opposite sides are equal، يا اما هثبته عن طريق الميد بوينت اللي هي التو diagonals bisect each other. يبقى انا عندي هقول let m1 be the midpoint of AC و M2 be the midpoint of BD. نجيب ال M1 اشتغل على A و C يبقى 3 plus 0 negative 2 plus negative 7 اللي هي 3 over 2 و negative 9 over 2. شوف ال M2 اشتغل على ال B وال D negative 5 plus 8 و 0 plus negative 9 اللي هي negative 5 plus 8 دي 3 يبقى 3 over 2 و negative 9 over 2. نفس المسألة فاتت بالظبط. يبقى since ان ال M1 equal M2 يبقى then ال AC bisect ال BD، يبقى then ال A وال B وال C وال D are vertices of parallelogram. Problem 18 بيقول لي البوينتس A و B و C و D are vertices of the rhombus. عايز ال coordinates of the point of intersection of two diagonals وعايز ال area بتاعت ال rhombus. احنا عارفين ان ال rhombus عبارة عن parallelogram وال two diagonals مالهم bisect each other. يعني ايه؟ يعني ال point of intersection ما بين ال AC وال BD لازم تكون واحدة، ومعنى كلمة bisect each others يعني البوينت دي هتيجي في الميد بوينت لكل من الـ AC والـ BD. نجيبها ازاي؟ اولا هنا بيقول لك رومبس، ما بيقولكش بروف ان هو رومبس. يبقى سنس ان الـ A والـ B والـ C والـ D are vertices of a rhombus. Then الـ M عندي اللي هي is the point of intersection of the two diagonals. هت equal معانا اشتغل مثلا على ال A وال C، يبقى انا عندي هنا 3 minus 1 divided 2 وعندي هنا 2 minus 2 divided 2 اللي هي هتديني 3 minus 1 is 2 divided 2 يديني 1 و 2 minus 2 is A is 0. يبقى انا عندي ال coordinates بتاع ال point of intersection is A 1 و 0. عايز ايه بعد كده؟ عايز ال area of a rhombus. ال area بتاعت rhombus equal A، ال area have ال product of the two diagonals. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنجيب ال A C as a length اللي هو هيكوال السكوير روت لل H. ال AC عندي هيبقى 3 minus negative 1 اللي هي plus 1 وعندي هنا هيبقى 2 plus ال A plus 2 اللي هتكوال السكوير روت 3 plus 1 is 4 squared ب 16 وعندي another 16 اللي هتكوال روت 16 times 2 16 تديني بره 4 اللي هي 4 root 2 unit length. نيجي نجيب ال BD هيبقى 4 plus 2 squared الكلام ده plus
نيجاتيف 3 ماينس 3 سكويرد، اللي هي هنا 4 بلس 2 is 6 سكويرد 36، نيجاتيف 6 سكويرد 36 اللي هي روت 36 تايمز 2، دي يديني بره بكام؟ يديني 6 اللي هي 6 روت الايه؟ ال 2 يونت لينس. يبقى انا عندي الاريا هت ايكوال هاف تايمز 4 روت 2 تايمز 6 روت 2، ال 2 دي تروح مع الايه؟ مع الروتس ديت، يبقى هيديني 24 يونت اريا. بروبلم 19 بيقول لي الاي بي سي دي از بيوجرام، اديني الاي والبي والسي، عايز الكوردينيتس بتاع الانترسكشن بوينت بتاعت الدياجونالز، then find the coordinates of the point D. سهلة لأن أنا عارف إن البروجرس بتاعت البريوجرام ال two diagonals bisect each other، يبقى أقدر أقول إن البوينت ال M دي إن هي هتبقى في المنتصف ما بين ال A وال C، يعني mid point لل A C وكذلك mid point لل B D. هجيب ال M الأول واستخدمها مع ال B في إيجاد ال D. نعمل الدرافت، اللي عندي هنا 3 و 2 اللي هي البوينت A، البوينت B 4 ونيجاتيف 5 هنا كده، البوينت سي 0 ونيجاتيف 3. يبقى عندي ادي اي بي بي سي، المفروض ان انا عندي الدياجونال اي سي ده هنا في البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ام، تروح البي متوصله معاها وتوصلنا لحد البوينت اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها دي، اعتبرها اكس وايه؟ اكس واي. يبقى الاول اجيب البوينت ام عن طريق الاي والسي، يبقى انا عندي ليت ام بي the point of intersection of the two diagonals. يبقى انا عندي زن ال M هت equal A مع C، يبقى 3 plus 0 divided 2 و 2 minus 3 divided 2 اللي هي هنا هيبقى 3 divided 2 ونيجاتيف 1 اوفر 2. طيب انا كده جبت الام، اقدر استغلها في ايجاد الدي عن طريق ان انا هبدا بها الاول 3 اوفر 2 ونيجاتيف 1 اوفر 2 دي هت ايكوال هيبقى عندي اكس بلس البي اللي هي 4، اكس بلس ال 4 وعندي هنا واي ماينس ال 5، يبقى هقول ان x plus 4 divided 2 equal 3 over 2 ده يروح مع ده، يعني ال x plus 4 equal 3 يعني لقينا بالنيجاتيف، يبقى ال x equal 3 minus 4 يعني ال x عندي هت equal نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. طيب وبالنسبة لل y انا عندي هنا هيبقى ال y minus 5 divided 2 equal نيجاتيف 1 over 2 ده يروح مع ده، يعني ال y minus 5 equal نيجاتيف 1، النيجاتيف 5 تيجي هنا بوزيتيف 5 يعني الواي ايكوال نيجاتيف 1 بلس ال 5 يبقى الواي ايكوال ال 4. يبقى انا عندي البوينت دي دي عباره عن نيجاتيف 1 وايه؟ و 4. بروبلم 20 بيقول لي بروف ان البوينتس A و B و C ار فيرتيسيز لرايت انجل تراينجل ات B، then find the coordinates of D that make the figure A B C D rectangle. كان في واحدة زيها بالظبط في إيه في قلب الليسون في الإكزامبل. تعالوا مع بعضنا نشوف الـ A عندي هنا، نعمل درافت هنا 6 و 0 يعني هنا كده. أدي كده الـ A. الـ B عندي 2 نيجاتيف 4 تبقى هنا كده. الـ C عندي نيجاتيف 4 و 2 يعني هنا كده. هو عايزه هنا إيه؟ آد الـ B. هو عايزه رايت ات الاي ات البي، طبعا دي هنثبتها انا بكتبها بس عشان ايه اقول لك المطلوب ايه. طيب هنا هنعمل ايه؟ لازم اجيب الاي سي سكويرد واثبت ان هو بيكوال الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد، نجيبها على طول بريسون 1. يبقى الاي سي عندي هيكوال السكوير روت للاتي، يبقى عندي 6 ماينس نيجاتيف 4 سكويرد، الكلام ده هيبقى بلس 0 ماينس 2 سكويرد اللي هو هيكوال السكوير روت 6 هنا ماينس نيجاتيف 4 6 بلس 4 سكويرد ب 100 وعندي هنا 4 يبقى 100 اند ايه؟ اند 4. يبقى الـ AC سكويرد هيكوال 100 اند ايه؟ اند 4. حتى انا فاكر نفس الرقم كمان. طب نيجي نشوف الـ AB.
الاي عندي ب 6، يبقى انا عندي هنا 6 ماينس 2 سكوير، الكلام ده بلس 0 ماينس نيجاتيف 4 سكوير، اللي هي السكوير روت هنا 4 سكوير ب 16، هنا بلس انذر 16 اللي هي روت ال 32، يعني الاي بي سكوير ايكوال 32. طب نيجي نجيب البي سي، طيب البي سي هتيكوال، يبقى عندي هنا نيجاتيف 4 ماينس 2 سكوير بلس عندي 2 ماينس نيجاتيف 4 اللي هتيكوال، هنا يبقى نيجاتيف 6 سكوير ب 36، الكلام ده بلس 2 بلس 4 6 سكوير، يبقى انذر 36 اللي هي روت 72. يبقى زين البي سي سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 72. واضح جدا ان الاي سي سكويرد ايكوال الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد، يبقى ده رايت انجل دات اي ات بي. ممكن تكتب انت الخطوه دي. هو بيقول لي هنا ايه؟ فايند الكوردينيتس اوف دي، اللي تخلي لك الفيجر ريكتانجل. الفيجر ده عشان يبقى ريكتانجل المفروض ان التو دايجونالز ار ايكوال، يعني الاي سي ده في عندي هنا نقطه اسمها ام، وهيمر بيها كده لحد ما اوصل للدي اللي هي الاكس والايه؟ الاكس والواي. الفكره بتاعت ان انا هجيب الام دلوقتي، الام عندي دي عباره عن الميد بوينت ما بين الاي والسي، اللي هي بقى 6 ماينس 4 ديفايدد 2 و0 بلس 2 ديفايدد 2، اللي هي هتبقى هنا 1 1 اند ايه؟ 1 اند 1، وغايه في الرسمه معانا مظبوطه بالظبط 1 اند 1. استغل بقى ال 1 اند 1 دي واجيب البوينت دي ازاي؟ عن طريق ان انا ابدا بيها، ابدا كده اقول 1 و1 ده هيكوال عندي هنا اكس بلس البي عندي بكام؟ اللي هي 2 نيجاتيف 4، يبقى اكس بلس 2 ديفايدد 2، وعندي هنا الواي ماينس 4 ديفايدد 2، ونخلي الفيرست بروجكشن ايكوال الفيرست بروجكشن، يعني الاكس بلس 2 ديفايدد 2 ايكوال 1، نودي دي هناك يبقى 2، يبقى اكس بلس 2 ايكوال 2، يعني الاكس ايكوال 0. وبالنسبه للواي هيبقى عندي الواي ماينس 4 ديفايدد 2 ايكوال 1، يبقى هنا 2، يبقى واي ماينس 4 ايكوال 2، يبقى الواي ايكوال كام؟ ايكوال 6. يبقى الدي عندي عباره عن 0 ايه؟ 0 6. نيجي اللي بعديها، يقول لي بروف ذات البوينتس ديت ار فيرسز اوف ان اوبتيوس انجل ترينجل. اوبتيوس انجل يبقى لازم الاي سي سكويرد يبقى اكبر من الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد. نفس اللي عملناه بالظبط في المساله اللي فاتت هنمشي هنا في المساله دي بالظبط. يبقى انا عندي الاي عندي 5 و 3، هنعمل بس الدرافت، ادي الاي، البي عندي 3 ونيجاتيف 2، السي عندي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 4، ادي كده الاي دي، وادي سي. الاي سي عندي هتيكوال نيجاتيف 2 ماينس 5 سكويرد، الكلام ده بلس نيجاتيف 4 ماينس 3 سكويرد اللي هي السكوير روت نيجاتيف 7 سكويرد 49، كذلك نيجاتيف 7 سكويرد يبقى نظر 49 اللي هو يديني روت هنا عندي 98. يبقى زين الاي سي سكويرد هي ايكوال ايه؟ ال 98. طيب نيجي نجيب الاي بي، الاي بي عندي هي ايكوال سكوير روت لل اتش، عندي 5 ماينس 3 الكلام ده بلس 3 ماينس نيجاتيف 2 اللي هي 3 بلس 2 سكوير اللي هي بالسكوير روت، 5 ماينس 3 2 سكوير ب 4، 5 سكوير ب 25 يبقى يديني روت 29، يبقى الاي بي سكوير هتيكوال 29. نيجي نشوف البي سي، هيبقى السكوير روت بتاع هنا هيبقى نيجاتيف 2 ماينس 3 سكويرد بلس نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 2 يعني بلس 2 سكويرد اللي هي السكوير روت، هنا 5 سكويرد ب 25، وعندي هنا نيجاتيف 2 سكويرد ب 4 اللي هي روت الايه؟ 29. يبقى زين البي سي سكويرد ايكوال كام؟ 29. ونقول ان الاي بي سكويرد بلس البي سي سكويرد بتيكوال 29 بلس 29 اللي هي 58،
يبقى since ان ال a c squared greater than ال a b squared plus ال b c squared يبقى then triangle a b c is an obtuse angled triangle. بيقول لي بعد كده عايزين البوينت دي اللي بتخلي الشك رومبس. خد بالك البوينت دي تبقى هنا كده مثلا، مثلا هنا كده، عشان يبقى رومبس يبقى التو دياجونالز هيحصل لهم انترسكشن في بوينت اسمها ايه؟ اسمها ام. طب الام اجيبها منين؟ اجيبها من الاي سي، وبعد ما اجيبها اجيب البوينت دي زي ما اشتغلنا في المسائل اللي قبل كده. يبقى الام عندي هجيبها عن طريق الاي والسي، يبقى الام هتيكوال ايه عندي؟ هيبقى عندي 5 ماينس 2 و3 ماينس 4، 5 ماينس 2 و3 ماينس 4 وانا ديفايد 2 ديفايد 2 يعني هتيكوال 3 اوفر 2 وكام؟ ونيجاتيف 1 اوفر 2. عشان اجيب الدي هعتبر ان الدي عباره عن اكس وواي، يبقى ابدا بالبوينت دي، يبقى عندي 3 وال 2 والنيجاتيف 1 و2 هتيكوال معانا. اشتغل بقى على الدي والبي، الدي عندي هيبقى اكس بلس 3 وعندي هنا واي ماينس 2 ديفايد 2 ديفايد 2، وبعد كده هنساوي ده بده وده وده ونطلع الاكس والواي، واحنا كده جبنا الايه البوينت دي. بروبلم 22 بيقول لي بروف ذات ان البوينتس اي وبي وسي ار ذا فيرتسيز اوف ان ايزوستس ترينجل اوف فيرتكس اي، يعني الاي بي ايكوال اي سي. Then find the length of the drawn line segment from the A perpendicular to the BC. يعني عايز الالتيتيود. البوينت A عبارة عن نيجاتيف 3 و 0. البوينت B 3 و 4. البوينت C 1 و نيجاتيف 6. يعني هنا كده. يبقى أنا عندي DB و DA. DC هيبقى كده. طبعا ده هيتقفل كده. هو بيقول لي ايزوستلس تريانجل اوف فيرتكس اي، يعني الاي بي ايكوال اي سي. الاول اجيب الاي بي، نيجاتيف 3 ماينس 3 سكويرد الكلام ده بلس 0 ماينس 4 سكويرد اللي هو ايكوال نيجاتيف 3 ماينس 3 نيجاتيف 6 سكويرد ب 36، وده عندي هنا 4 سكويرد ب 16 اللي هي روت ال A ال 52. طيب نيجي بعد كده نجيب ال AC. ال AC عندي عبارة عن نيجاتيف 3 ماينس 1 سكوير الكلام ده بلس 0 ماينس ماينس 6 نيجاتيف 3 سكوير ب 16 ماينس نيجاتيف 6 سكوير يعني بلس 6 سكوير اللي هي بوزيتيف 36 هت equal root ال A ال 52. يبقى since ان ال AB equal AC يبقى then triangle ABC is an isosceles triangle of vertex A. بعد كده بيقول لي عايز ال length of the drawn line segment from A perpendicular to BC. عشان انزل من هي perpendicular على ده كده البوينت دي المفروض لازم هتبايسكت البي سي، ودي احنا سيوري خدناها السنه اللي فاتت. يبقى انا عندي سبوز ان دي كده دي، يبقى البوينت دي عندي دي الميد بوينت اوف البي والسي، يبقى هشتغل على البي والسي. البي عندي ب 3 سي عندي ب 1 ديفايدد 2 وعندي 4 ماينس 6 ديفايدد 2 اللي هي 3 بلس 1 از 4 ديفايدد 2 يديني 2، 4 minus 6 negative 2 divided 2 دي negative A negative 1، يعني الدي دي عبارة عن 2 و negative A و negative 1. إيه اللي هو طالبه؟ عايز ال length بتاع ال line drawn، يعني هنعوض في القانون بتاع lesson 1 بال point A وال point D. يبقى ال A دي يبقى عندي negative 3 minus 2 كلام squared كلام ده plus 0 minus 1 0 minus negative 1 سكويرد اللي هي 5 سكويرد ب 25
هنا عندي هيبقى بلس ال 1 اللي هي روت ال 20 ايه ال 26، وطبعا يونت لينس. السؤال اللي بعديها مديني اي بي سي تريانجل هوز فيرتسيز اي وبي وسي، بروف ان هو ايزوستس وفايند الاريا. ادي البوينت A، البي عندي 3 و1، السي عندي 1 و3. يبقى الاول هنجيب الاي بي، هيبقى عندي 3 ماينس ال1 سكويرد بلس 1 ماينس 1 سكويرد، اللي هي 3 ماينس 1 از 2 سكويرد 4، وده 0 يبقى يديني 2. يبقى ده كده عبارة عن 2. نجيب الاي سي 1 ماينس 1 سكويرد، الكلام ده بلس 3 ماينس 1 سكويرد، هيطلع برضو روت الفور اللي هي 2، يبقى دي برضو ايه 2. نيجي نشوف البي سي، هيبقى 3 ماينس 1 سكويرد اللي هي دي ماينس دي، و1 ماينس 3 اللي هي روت، هنا هيبقى 4 بلس 4 اللي هو روت الايه روت ال 8 اللي هي عباره عن 2 روت الايه 2، يبقى دي كده 2 روت 2. يبقى سينس ان الاي بي equal AC، يبقى then triangle ABC is an isosceles triangle. اللي طالبه عايز الاريا، واضح جدا ان الترانجل بتاع ده از رايت. ليه از رايت؟ لان ده كده عندي هنا دي 1 و1 والبوينت سي 1 و3، ده كده فيرتيكال لاين وده هوريزونتال لاين، يبقى دي كده ايه دي رايت. يبقى انا عندي الاريا equal half the base times the height اللي هي 2 times 2 اللي هم 2 legs اللي هو هيديني 2 unit area. Problem 24 بيقول لي A B C D is a parallelogram، يديني A و B و C، عايز ال coordinates بتاعت ال point D، ويقول لي بعد كده take E that belongs to A D where A E equal twice A D، what are the coordinates of the point E. واحدة واحدة كده نشوف الدرافت الأول بتاعها. ال A عندي ب 3 و 4، البي عندي 2 نيجاتيف 1، السي عندي نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3، يبقى دي كده اي بي. واضح ان دي في الحته دي. هنعمل ايه زي ما احنا متعودين، اجيب الاول الدياجونال وهحط عليه البوينت اللي اسمها ام عباره عن اكس وواي واجيبها الاول. يبقى البوينت اللي هي ام دي هتيكوال الاتي، اجيبها عن طريق التو بوينتس المعروفين ال A وال C، يبقى 3 ماينس ال 4 وعندي هنا 4 ماينس 3، وده هيكوال 3 ماينس 4 نيجاتيف 1 ديفايدد 2 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2، 4 ماينس 3 از 1 ديفايدد 2 يبقى 1 اوفر 2، يبقى انا عندي دي كده عباره عن نيجاتيف 1 اوفر 2 1 اوفر 2. بستغلها في ان انا بوصل بيها ال B واوصل للنقطة اللي اسمها دي اللي هي اكس 1 مثلا واي ايه؟ واي 1، لأن أنا عارف إن البوينت دي هي البوينت أوف انترسكشن بتاعت البوز دياجونالز، والبوينت دي بتبايسكت الدياجونال ده وتبايسكت الدياجونال ايه؟ الدياجونال ده. يبقى هقول إن سنس إن البوينت ام بايسكت البي دي، يبقى زين على طول نيجاتيف 1 و 2 و1 و2 ده هيكوال. اشتغل بقى على مين؟ على البي والدي. البي عندي عباره عن 2 نيجاتيف 1، يبقى انا عندي 2 بلس الاكس 1 ديفايدد 2 ونيجاتيف 1 بلس واي 1 ديفايدد 2، يبقى انا عندي 2 بلس اكس 1 ديفايدد 2 ايكوال نيجاتيف 1 ديفايدد 2، ده يروح مع ده، يبقى عندي 2 بلس الاكس 1 ايكوال نيجاتيف 1، ده يجي هنا بالنيجاتيف، يبقى ال x 1 عندي بنيجاتيف 3. وبالنسبة عندي لل y أنا عندي نيجاتيف 1 بلس y 1 ديفايدد 2 ايكوال 1 اوفر 2، ده يروح مع ده، يعني نيجاتيف 1 بلس y 1 ايكوال 1 دي جانب البوزيتيف، يعني ال y 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى أنا عندي البوينت دي، يبقى زين دي عبارة عن نيجاتيف 3 وكام؟ و2. بيقول لي إيه بعد كده؟ بيقول لي خد البوينت اللي اسمها E
بت بلونجز للاي دي راي، للاي دي راي، ادي الاي دي راي وير الاي اي ايكوال توايس الاي دي، يبقى واضح ان الاي اي في البعيد هنا كده، يبقى ادي كده الايه، ادي كده الاي، يبقى واضح ان دي اصبحت هي الميد بوينت للاي اي، يبقى نخلي الاي هنا اكس 2 واي 2 واعتبر ان الدي ديت ميد بوينت للاي والاي، واقول كذا ان نيجاتيف 3 و2 هت ايكوال، هشتغل على الاي والبوينت الجديده اللي انا عرفتها اكس 2 واي 2، اضيف عليها البوينت اللي اسمها اي اللي هي عندي 3 و4 كده، 3 وكده ايه وكده 4، واعوض في التو ايكويشنز دول واجيب البوينت اللي اسمها ايه، اللي اسمها ايه. بروبلم 25 بيقول لي الاي بي سي دي ده كوادريلاترال ومديني الاكس والواي والزد والال ار الميد بوينتس للايه؟ للسايدز اي بي واي دي وبي سي وبي سي ريسبكتفلي. يقول لي فايند الفاليو ام بلس ان، يعني نجيب الام والان الاول. المساله دي تعتبر صعبه شويه لان هي مبنيه على فكره معينه، الفكره دي لازم انت تكون عارفها اللي هي ايه؟ ان انا لو عندي كوادريلاترال اي كواد، يعني مثلا عندي كواد كده مثلا، ادي كواد اهو، لو انا عندي ميد بوينت هنا وميد بوينت هنا وميد بوينت هنا وميد بوينت هنا، لو جيت وصلت دول ببعضيهم الشكل اللي هيطلع جوه ده باريوجرام. يعني ايه؟ يعني each two opposite sides are equal. دي مهمه جدا تبقى انت عارفها. بتيجي ازاي؟ بتيجي عن طريق ان انا بعمل كونستراكشن، كونستراكشن ده كده، بعمل الكونستراكشن ده، لما اعمل الكونستراكشن ده تلاحظ ان ده قد ده وده كده قد ده كده، وكذلك ده كده قد ده كده وده قد ده، ده معناه ايه؟ اللاين سيجمنت دي بتكونكتس بتوين التو ميد بوينتس للسايد ده والسايد ده، وكذلك اللاين سيجمنت دي، معنى كده ان هما الاثنين هيبقوا بارلل للبيس دي وايكوال ايه؟ وايكوال هاف. وبالتالي يبقى انا قدرت اقول ان السايد ده والسايد ده ار بارلل اند ايكوال، وده الشرط الثاني في ان انا اثبت ان الكوادريلاترال باراليلوجرام. المساله دي هنستعمل نفس الايه؟ نفس الطريقه بالظبط. يعني هنعتبر مثلا ان دي الاكس ودي كده مثلا الواي، وهنعتبر مثلا احنا قلنا مثلا اي بي الاكس اي بي، وقلنا ده سي وادي دي، البي والسي عندي هيبقى الزد، وعندي دي هيبقى ال، وده كده الايه وده كده الواي. تلاحظ ان الاكس زد ال واي باريلوجرام. طب ده يعني ده معناه ايه؟ معناه ان التو دياجونالز دول بيحصل لهم انترسكشن في بوينت اسمها ايه؟ اسمها ام، وهي دي اللي انا عايز اوصل لها، ان البوينت ام دي هتعمل لي علاقه ما بين الواي والزد، وهتعمل لي علاقه ما بين الاكس والايه؟ والال، لان هي في الميد بوينت هنا وهنا. يبقى هنجيبها من ناحيتين، يبقى البوينت ام از ذا ميد بوينت اوف الاكس ال اند الواي زد. يبقى الام عندي اللي هي الاكس والواي هتيكوال معانا، نجيبها من الطريق الاكس والال، يبقى عندي 2 ماينس ال 4 ديفايدد ال 2، والناحيه الثانيه 3 بلس الان ديفايدد ال 2. المفروض الكلام ده هيكوال ايه؟ الطريق الثاني اللي هو بتاع الواي والزد. الواي عندي بام، يبقى ام بلس ال 1 ديفايدد 2 و 3 ماينس 1 ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال 2. ومن هنا اقدر اقول ان ده هيكوال ده، وده عندي هيكوال ايه؟ هيكوال ده، يعني 2 ماينس 4 ديفايدد 2 ايكوال ام بلس ال 1 ديفايدد 2، ده معناه ان نيجاتيف 2 ايكوال ام بلس ال 1، يعني الام ايكوال نيجاتيف 3، والناحيه الثانيه 3 بلس الان ديفايدد 2 3 ماينس 1 ديفايدد 2، يعني
3 بلس ال n ايكوال 3 ماينس 1، يعني ال n ايكوال نيجاتيف 1، يبقى ال m بلس ال n هت ايكوال نيجاتيف 3 ماينس 1 which is نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. المسألة دي تعتبر صعبة شوية بس حاول تعرف الايه الفكرة بتاعتها. Problem 26 بيقول لي ال a b c d trapezium in which ال b c equal twice ال a d، مديني ال a 6 و 4 يعني تقريبا هنا كده ادي ال a، ومديني ال b 4 و نيجاتيف 2 ادي ال b، يبقى دي كده ال a b، مديني ال c بنيجاتيف 2 و نيجاتيف 4 ادي كده ال c. بيقول لي فايند الكوردينيتس بتاعت الدي، وبيقول لي البي سي بارلل مين اي دي، يعني واضح ان الاي دي هيبقى كده الدي نقطه سموير في الحته دي، وبيقول لي ان البي سي ايكوال توايس الاي دي، توايس الاي دي ده قد مرتين يعني تقريبا ده هيبقى صغير، هيبقى كده مثلا هنا مثلا، يبقى هنا دي دي نعتبر دي كده اكس وايه اكس وواي، وده كده نقفل دي الترابيزيوم. يبقى انا عندي ال A B C D وده كده بارلل مين؟ بارلل ده. هو هنا مديني هنت بيقول لي كومبليت البايوجرام A B C E A B C E and use it to find D. نعمل ده كده. هنعمل دي كده بوينت نعتبرها مثلا نسميها E. يبقى انا كده كملت الايه؟ البايوجرام، لان ده كده بارلل ده وده هيبقى بارلل ده. هستفيد ايه انا من الحته دي؟ هو هنا بيقول لي ان البي سي توايس الاي دي، يعني ده قد الحته دي مرتين، طب البي سي قد الاي اي، يعني هنا سينس ان الاي اي ايكوال البي سي يبقى زين الاي اي ايكوال توايس الاي دي برضو، يعني دي ميد بوينت، يبقى زين دي از ميد بوينت اوف الاي اي، يبقى اقدر اجيب هنا ساعتها الكوردينتس بتاعت الدي عن طريق الاي والبوينت اللي هي الايه اللي هي الاي. طب هل انا عندي الاي؟ ممكن اجيب الاي عن طريق الدياجونالز بتاعتي، اوصل كده الاي سي واجيب الميد بوينت بتاعتها اللي هي الام. طب الام عندي هتيكوال كام؟ هيبقى عندي 6 ماينس 2 وعندي هنا 4 ماينس 4 اللي هي هتيكوال هنا 2 كام؟ 2 0. يبقى الام دي عباره عن 2 وايه؟ 2 0. استفيد منها بايه؟ اطلع من البي لحد الام هوصل للاي، الاي انا اعتبرها اكس 1 واي 1، ابدا بال 2 0، يبقى ال 2 وال 0 اشتغل على البي والاي، هنا اكس 1 وهنا واي 1، نحط البي اللي هي 4 ونيجاتيف 2، يبقى انا عندي 2 هت ايكوال اكس 1 بلس 4 ديفايدد 2، يعني الاكس 1 بلس 4 ايكوال 4، ده معناها ان الاكس 1 ايكوال 0. طب بالنسبه للناحيه الثانيه طالما فراكشن ايكوال 0 يبقى الواي ماينس 2 ايكوال 0، يعني الواي ايكوال كام؟ ايكوال 2، يبقى البوينت اي دي عباره عن 0 كام؟ 0 2. طالما جبت البوينت اي وعندي البوينت اي اقدر اجيب الكوردينتس بتاع الدي، لان الدي ميد بوينت بالنسبه للاي والاي، يبقى الدي عندي اللي هي اكس وواي هت ايكوال اشتغل على الاي والاي، الاي عندي انا جايبها قلنا 6 و4، يبقى عندي هنا 6 و4 وعندي هنا بلس بلس قلنا 0 و2 اللي هي هت ايكوال هنا 3 و3. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2 في يونت 5. ليسون سهل جدا مفيش فيه مشاكل، ممكن تلاقي بعض المسائل كده اللي ممكن تحس ان هي صعبه، لكن الفكره واحده ان انت عندك تو دياجونالز هيعرفك واحد منهم، اللي انت عرفته ده تقدر تجيب الام بتاعته، الام دي هتستعملها مع البوينت بتاعت الدياجونال الثاني تقدر تجيب البوينت اللي هو ايه عايزها اللي هي الفورس فيرتكس. كل المسائل تقريبا بتتمحور حوالين الفكره دي. يا ريت نذاكر اول باول وبالتوفيق ان شاء الله.